عن الإمام الباقر عليه الصلاة والسلام الظلم ثلاثة ظلم يغفره الله وظلم لا يغفره الله وظلم لا يدعه الله فأما الظلم الذي لا يغفره فالشرك وأما الظلم الذي يغفره فظلم الرجل نفسه فيما بينه وبين الله في حقوق الله يعني لو قصر وأما الظلم الذي لا يدعه إلا أن يحاسب يعني راح يأخذه من الطرف في يوم القيامة يحاسبه به فيأخذ من حسناته ويعطي لهذا فقد يسبب ذلك أن يخلد في النار يعني هذا الظالم جاء وحسناته أرجح لكن حيث ظلم ذاك الطرف الآخر يقال له عوض تظلمت ما عنده شيء عوض إلا من الحسنات فتأخذ من حسناته كما في رواية ثانية وتعطى لذاك المظلوم حتى يتعادلون وترتفع ظلامته فكفته شنو قد تهبط كفة حسناته قد ترتفع وكفة سيئاته ترجح فيروح للنار والعياذ بالله فالإنسان لا يستخف بظلم واحد يقول ظلم بسيط هذا لزوجتي أو لجاري أو لحتى عدوي إذا كان ظلما لا يجرمنكم شنآن قوما على أن لا تعدلوا فهذا الظلم لا يدعه الله وأما الظلم الذي لا يدعه فالمداينة بين العباد.